بتاريخ الأغنية المصرية اسم صعب يتكرر تاني، مش لأنه الأشهر ولا لأنه صاحب شعبية كبيرة، لكن لأنه كان فنان متعدد المواهب، ملحن قدم أجمل الأغاني، ومطرب دخل قلوب الناس بكل سهولة، وكمان مؤلف وموزع وممثل، الفنان الكبير منير مراد. رغم ان منير مراد كان صاحب 7 صنايع، لكن التاريخ بيقول ان بخته عمره ما كان ضايع، بالعكس نجح في كل حاجة عملها. في التلحين عمل 3000 لحن غناهم كبار النجوم، لما غنى كان عنده قول وحسه حلو والناس حبته، عمل سكتشات كوميدية ونجح. تعجبك انت عادينة التصابق، اقولك ملوخية تعملي كوسة، انا مش ممكن اقعد معاكي. مثل في فيلم وكان دمه خفيف ووسيم والمعجبات وقعوا في غرام، ده حتى اشتغل مساعد مخرج وسد فيها، وكتب أفلام ونجحت، كل ده وما فيش حد في الوسط الفني ما كانش بيحبه وبيحترمه. لكن الحلم الكبير عند منير مراد كان تغيير شكل الموسيقى المصرية وتطويرها، كان عايز يدخل مصر ألوان موسيقية جديدة زي الجاز والرومبا والسامبا، كان متأثر بالمزيكا الغربي جدا، وشجعه على ده الموسيقار محمد عبد الوهاب اللي كان بيعتبره من أصحابه المقربين وبياخده معاه في سفرياته لأوروبا علشان يترجم له. منير مراد في بداياته لف على كل المنتجين علشان يقنعهم باستخدام المزيكا بتاعته في أفلامهم، بس هم كانوا خايفين من التجربة وشافوا أن الجمهور المصري مش هيحب المزيكا الغربي بتاعته، لحد ما اقتنع النجم أنور وجدي اللي كان في نفس الوقت جوز أخته الفنانة ليلى مراد، وخلاه يعمل الموسيقى التصويرية لفيلم ياسمين، وفتح الطريق قدام المايسترو الجديد اللي بعد كده كسر الدنيا. شهرة منير مراد خلت أهم المطربين يدوروا عليه، ومع العندليب عبد الحليم حافظ قدم أغاني مش ممكن تتنسي زي حاجة غريبة وحياة قلبي وأفراحه وضحك ولعب وجد وحب وبحلم بيك، غير ألحانه لشادية وصباح وفايزة أحمد وهدى سلطان ومحمد رشدي ومحرم فؤاد وغيرهم. لكن منير مراد كان عنده لحن محتار يديه لمين، وده لأنه جزء منه هيتعزف بآلات غريبة تماما والجزء التاني شرقي، وفعلا عرض اللحن على عبد الحليم لكنه خاف من التجربة، فكر في فوزي بس ساعتها كان مشغول في الإنتاج، فما لقاش قدامه غير صديقته شادية، صوتها حلو وكله شقاوة وأفلامها مليانة مواقف تنفع يقدم فيها اللون ده، فرح لها وسمعها اللحن وعجبها، وكتب فتح أورا كلمات الأغنية، واشترط منير مراد إنه يوزعها ويشرف على الفرقة اللي هتعزفها بدون تدخل من أي حد، ووافقت شادية وغنت واحدة من أشهر أغنياتها إن راح منك يا عين، اللي فضلت أيقونة بتغنيها كل النجمات لحد النهاردة. بتروح ما تجيش، عشت ايامك